في بعض فيتامين سي مثلا، فيتامين اي بي، كمان عندنا حاطين بروستونتك او ارثودونتك ابلاينس، ومفيش جود اورال هيجين اراوند الابلاينس دي. سيستميك بقى بندخل بقى في ايه، كل الفيتامينز ديفيشنسي، الاندوكراينال دايبيتس، البلاد ديسيزز، الهايبر تنشن، كل المجموعه دي ممكن تاثر لي باحدهما على البريدونتال، البريدونشال ممكن تسبب لي بريدونتال ديسيز. اما نيجي نتكلم بعد كده على الاسسمنت بقى، بنقول ان عشان اعمل اسسمنت، الكلام ده بعيده بس بتاع الترم اللي فات عشان تبقوا عارفين، اما اجي اعمل اسسمنت لما اقول ان البيشنت ده عنده بريدونتال ديزيز وانا عاوز اعمل له استراتيجي للبريفنشن، يبقى معنى ذلك ان انا لابد اعمل اسسمنت للجينجيفا الاول زي ما احنا قلنا، لان هو عباره عن كومباوند اندكس، يبقى هعمل جينجيفايتس، هشوف الجينجيفايتس ايه وهشوف البريدونتايتس ايه، ومن خلال الاثنين هعرف اذا كان البيشنت ده الريسك بتاعه اسسمنت ازاي. طبعا لما باجي اعمل الاسسمنت برضو باكد عليكم ان انا ما بغفلش في البريدونتايتس، زي ما خدنا السنه الترم اللي فات البونلوس والكالكولس والبلاك والفود ديبريس، كل الاندكسات اللي احنا اخدناها اللي احنا سميناها كومباوند دي هتشتغل معايا في حته الاسسمنت عشان اقدر احدد مين اللي هو يحتاج ان انا اعمل له بريفنشن ومين ما يحتاجش. اما نيجي نتكلم بقى على ان جنرال كده هعمل ايه، بنقول عشان انا احط ايدي على البيشنت اللي هو دايما النيد ليا بان انا اعمل له بريفنشن، يبقى لابد اعرف هو الريسك بتاعه عالي ولا قليل. الكلام ده خدناه في الكير، يعني ايه؟ يعني هعمل ريسك اسسمنت. طب هو الريسك ده معناته ايه؟ الريسك فاكتور ده زي ما خدناه قبل كده، قلنا ان هو عباره عن الكوانتيتيف وكواليتيف اسسمنت، يعني بشوف اكوردنج تو الاكاديمي بتاع الامريكان اكاديمي، بنقول والله قد ايه عنده سنان فيها جينجفايتس، قد ايه فيه بلوس، قد ايه فيه بتاع ده لوزنس، كل الحاجات دي بشوفها من ناحيه الكوانتيتي ومن ناحيه الكواليفيكيشن، بحيث ان انا اقدر احط على ايه، على ايدي على الهيلثي بتاع البريدونش بتاع الشخص ده، ومن هنا هقول والله الريسك فاكتور بتاعه عالي ولا قليل. خلاص. طيب يعني ايه بقى نشوف الريسك اسسمنت؟ بنقول عشان اعمل ريسك اسسمنت زي ما اخدنا برضو في الكيرز، الكلام ده بيتعاد يا جماعه وهو واحد ولكن بيختلف التايم بس، هندخل في الحته اللي انا قلت لك بقى، انا عندي لوكال فاكتور وعندي سيستميك فاكتور. اللوكال فاكتور زي ما احنا قلنا الكراودنج، البلاك، اذا كان ابلاينس و و، والسيستميك بقى كل اللي قدامك دي. يبقى يعني هبدا من عند الدايبيتس، البيش اللي عنده دايبيتس ولا لا، كارديوفاسكولار ولا لا، الايدج بتاعه طبعا، والبريجننسي والسموكينج والميديكيشن والدايت، كل العوامل دي سواء اذا كانت لوكال او اذا كانت سيستميك، دي هتاثر لي على الايه الاسسمنت بتاعتي وانا بعمل اسسمنت. ومن هنا بنقول طيب انا ما باخد ايه كل واحده على حده كده، بنقول علشان انتوا خدتوها طبعا في البريدونت، عشان يحصل لي بريدونتاتس يا جماعه يبقى لازم يحصل لي الهص ذات نفسه، لو اتكلمنا على ابيديميولوجي هيحصل له شويه ايه تشينج، سواء اذا كان عنده جينيتك او سواء من انفايرمنتال فاكتور اللي حواليه او سواء من الهص كاركتر اللي هو الايدج والسكس والسموكينج الافكتي بتاعها والكلام ده كله. فبيحصل منها شيفتنج للمايكرو فلورا اللي موجوده في الاورال كافيتي، وبالتالي بتبدا تشتغل على البريدونش عشان تطلع لي إيه، تعمل لي بريدونتال ديسيز. هناخد بقى ايه كل واحده على حده كده ونشوف ايه المايكرو اورجانيزم. طبعا انتوا عارفين ان المايكرو اورجانيزم اللي في الاورال كافيتي بتبقى عباره عن فيوزيفورم جينجيفاليز طبعا، بس اهم حاجه ان ريليتد للبريدونشا اللي هي اكتاينو مايكرو ماسز اكتاينو اللي هو الكوميتانس، دي اللي هي الفيري اسينشال لمين؟ للبريدونشا. معاها طبعا اي بكتيريا موجوده، ليه؟ لان ايه الاورال كافيتي مليان بالبكتيريا زي ما انتم عارفين. يبقى ده المايكرو اورجانيزم اللي موجوده هيحصل شيفتنج ليها ويحصل امبليكيشن على بعض الاورجانيزمز اللي هي مور ريسبونسبل للايه للبريدونتس.
طيب نيجي للريسك بقى، الريسك بيردونتال ريسك كالكوليتر، اللي هو بشوف بقى ايه، بحسبه الكالكوليتر ده للبيشنت ذات نفسه، للوس ذات نفسه. هل هو سموكينج؟ هل هو اندر ستريس؟ الايدج بتاعه كام؟ هل عنده باك جراوند مثلا للسيرجري قبل كده؟ البوكت بتاعه الفوركيشن، حاطط ريستوريشن ولا لا، او اوفر هانجنج؟ كل الكلام ده انا باخده، وعلى هذا الاساس هنبدا ناخد ايه وان باي وان كده علشان نشوف هي بتعمل لنا ايه. اما نيجي نتكلم على السموكينج، الحقيقه السموكينج دي اتكلمنا عليها قبل كده، وقلنا ان كان زمان بنفكر ان السموكينج الهيت اللي طالعه ديت بتعمل لنا كيلينج للبكتيريا، ولكن الحقيقه وجدوا ان النيكوتين اللي طالع ده بيعمل، والهيت بتعمل ايه، اكزارت لوكال فازو كونستريكشن، فبالتالي بتقلل البلاد فلو اللي رايح للتشو، فبتعمل ايديميسس ابييرنس، بتعمل ساينس اوف انفلاميشن. كمان احنا قلنا بنقول قبل كده ان الهيت ديت ما هيش برضو اتوجدت ان هي مش بتقتل لنا المايكرو اورجانيزم، لا ده بتعمل لنا التيرنينج او امبيرمنت لعمليه الوند هيلنج، فبيتاخر. حتى لو انت عملت سيرجري دايما بنقول للبيشنت ستوب سموكينج، علشان نتيجه ان الايه الايفكت بتاع السموكينج ده ممكن ياثر لي على الايه الوند اللي انا عاملاه او على السيرجري اللي انا عاملاه. كمان قلنا ان السموكينج ده بيأثر بطريقة تانية خالص، ان هو بيعمل بيأثر لي على الاميونوجلوبينل بتاع الايه الليفل بتاع البيشنت ذات نفسه، فبالتالي بيبقى عرضة الريزيستنس بتاعته بتقل، فبالتالي بيبقى عرضة للانفلاميشن والبرودنتايت. دي كانت بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للسموكينج، والكلام ده اتقال إيه قبل كده ولغيت هنا. كله فاهم ولا نعيد الحتة دي تاني؟ ها؟ تمام يا دكتور. تمام يا حبيبي. نيجي بقى للستريس. أي شخص عنده مشكلة، أنا أو أنت أو أي حد، كلنا بنتعرض للكلام ده كله، فبيبقى دايماً ما احناش عندنا الأبلابيلتي إن أنا أقوم أعمل أورال هيجين، ببقى نجلكت حتى الدريسنج بتاعي، الشكل، الإيتنج بتاعي، فما بيبقاش في عندي الموتيفيشن إن أنا أقوم أعمل أورال هيجين. بس كده أقول لك لا. الجلوكوكورتيكويد اللي موجود السكريشن بيطلع ده من بيعمل ديبريسنج نتيجه للستريس والادرينالين اللي طالع والمخ اللي شغال، ده بيعمل لي ديبريسنج للاميونو فانكشن، وبالتالي هياثر لي برضو على الايه على التشو اللي عندي، وبالتالي بيزود الريسك ان انا يحصل برودنتايت. ساعات برضو من الستريس ده بيزود لك الانسولين ريزيستنت، فبالتالي برضو لما بتزيد الانسولين زي بالظبط كانه دايابيتس هيعمل لي برضو الايه الانفلاميشن. ده برضو بالنسبه لمين؟ للستريس. اني بعض السيستميك ديزيزز بقى اللي هي دايما المور الحقيقه الدايبيتس من لو هو كنترول ده هقول لك اه يعني قليل جدا ما بنلاقي الجينيتس كل مكان على طول. طب ده بيحصل ايه؟ بنقول ان في الدايبيتس ده الحقيقه ان البيرنينج سنسيشن والكلام ده كله، يعني مفيش عمليه الووشنج، يعني بنخلي البكتيريا بتبقى مور فلافرنج، يعني بتبقى الجروس بتاعها اعلى. ان اديشن لعده حاجات، ان اديشن لايه؟ ان اديشن ان في الجين والفايبلس اللي موجوده دي بتتاثر نتيجه لوجود الانسولين، فبتقلل لي عمليه ان انا يحصل لي بون ريجنريشن تاني وبون ريكونستراكشن، وبالتالي برضه هياثر لي على الايه البرودكشن كونديشن. كمان بنقول ان الاثناء في الدايبيتس ولما بيكون بيبقى عندي نيوتروفيل بتبقى اللي هي طبعا من اللوكوسايتس دي بتبقى مش متوازنه معايا، يعني بتبقى alert، يعني فبتقلل لي عمليه الفاجو وبتقلل لي الابلابيت ان الايه
دي بالنسبة. طيب نيجي بقى الدراج. الدراج اتكلمنا على احدهم امبارح وقلنا ان في دراج بتأثر على السليفري فلو، عندي حتى ضغط في السليفري فلو، ده كله بيقلل لي كميه الايل ويشنج زي ما قلنا. كمان في بعض دراج بتغير لي الكومبوزيشن والالترنيشن بتاعت البي اتش، ماشي، ممكن اللي هو الانتي هيسامينيك سيداتيف الترانكولايزرز، كل الحاجات دي ممكن تقلل لي بشكل ما على السليفري فلو والبي اتش بتاع السلايفا. كمان قلنا في عندنا دراج برضو زي اللي خدناه امبارح دايلانتين صوديوم، دايما بيبقى اسوسيشن معاه جينجيفال هايبر بليجيا، وخاصه في الناس اللي هم الابيليبتيك هم بياخدوا دراج للمده طويله. طيب نيجي بعد كده بنقول الكارديو، بنقول ان الكارديو فاسكولار ديزيز وخاصه الناس اللي هم اللي بيبقى الكوليسترول بتاعهم عالي، وطبعا يعني بنقول ان الهايبر تنشن كمان، الناس اللي عندهم ان كنترول هايبر تنشن الهاي كوليسترول بيساعد على ان البكتيريا بتشتغل اكتر، وبيحصل بريسيبيتيشن للاكيوت فيس بتاعتها، البروتين بتاعها اللي هو دايما بيزود الاتاتشمنت بتاعها، فبالتالي بيزود الايه كرونيك بردون تايت. كل الحاجات دي اكيد انتوا خدتوها، انا مش عاوزه استفيض بيها كتير، اكيد انتوا خدتوها في البيريو او الميديسن، القسم البيريو والميديسن. بنتكلم تاني يا جماعه على حته برضو، خدوا بالكم من النيوتريشن. دايما النيوتريشن مثلا حتى لو بيجي لك بيشن في العياده يقول لك ايه، والله ده انا عندي الجينجيفال بيحصل لها بليدنج كتير، فعلى طول بروح مخي بيروح ان عندي مثلا فيتامين ديفيشنس، خاصه فيتامين سي. برضو عمليه الايرن، الناس اللي هم عندهم مشكله في الايرن وعندهم انيميا، فبيأفكت على الماكروفاج افكت، وبالتالي بيأثر لي على الاميون والانفلاماتوري سيستم، بتبقى ما هوش بالماكسيمم ليفل بتاعه، فبالتالي برضو بتزود لي الانفلاميشن. يعني النوتريشن ذات نفسها اول ما بيجي لي بيشن بحاول اعمل ريجوليشن الاول للاورال هيجين مع الريجوليشن بتاع النوتريشن، ما بدخلش على السيرجري على طول، اكيد انتوا عارفين الكلام ده ليه، لان انا ممكن الحاجات البسيطه سواء النوتريشن اورال هيجين يتحول من البور الى الميديوم اورال هاي، وبالتالي بيخلي البروجريس بتاع البريدونتال كونديشن قليل، فبالتالي ممكن يحصل لها ريكون، او ان بدل ما اعمل سيرجري ممكن اعمل توس بلاننج، ممكن اعمل رود بلاننج، ممكن اعمل كيوريتاج وهكذا. دي برضو طبعا الحاجات الايه البسيطه اللي ايه ممكن تيك ان اور كونسيدريشن. طيب هل انا الريسك ده كلته في اقدر اغيره؟ هقول لك لا، الناس اللي عندهم دايبيتس مش هقدر اغيره، هبقى كنترول دي بس. الناس اللي عندهم كارديو فاسكولار مش هقدر اغيرها. البيشن اللي هو ميل ولا فيميل مش هقدر اغيره. الجين برضو يعني الى حد ما ممكن العب في الجين دلوقتي، ولكن مش عشان بريدونتال ديسيز ابعت البيشن مثلا يعمل لي جين مثلا تشينجبل او كلام ده، والتكلفه العاليه. ففي عندي بعض حاجات ممكن انا اشتغل عليها بحيث ان انا اقلل كميه الحديه بتاعه الريسك الايه الجينج البريدونتال ديسيز. فبنقول مثلا انا عندي الايدج، الايدج مش هقدر العب فيه، ولكن دايما بقول ايه، بنقول خلي خاصه الفيميل اللي هي في اثناء البريجنانسي في اثناء الجروس بتاعها، بنحاول ان احنا نديها الانستراكشن لجود اورال هيجين اكتر من الميل اللي في نفس الايدج جروب بتاعها. فبالتالي انا بحاول ان انا ما بلعبش في الايدج، ولكن بعمل ان سامثينج كده ان انا بغير عمليه الايه الكونسبت بتاعها، بحيث ان هو تزداد عمليه الايه الاورال هيجين. طيب نيجي بعد كده بنقول السكس مثلا، هل البيشن ده انا هغيره؟ اقول لك لا انا مش هغيره، ولكن هقدر اعرف اذا كان البيشن ده ميل او فيميل، فبقدر اعمل ريبورتنج مين عنده هيبقى اعلى، وبالتالي اذا كانت مثلا فيميل برضه هبدا اعمل لها شويه اورال هيجين اكتر عشان اقلل كميه الايه الممكن الاكسيدنس اللي يحصل لي بريدونتال ديسيز.
كل الحاجات دي انا ما بقدرش اغيرها، ولكن انا بلعب في ممكن الريسك، او بلعب تاني بعد ممكن نقول في البريدسبوزنج فاكتور اللي ممكن تخليه لاحدهما هاي برسنتج للبريدونتال ديزيز. نيجي بعد كده نشوف ايه تاني. بنقول مثلا انا عندي الادا في مين مثلا اللي عشان في اثناء البريجنانسي، زي ما بنقول الجروس هرمون بيشتغل والبروجسترون، فبالتالي ان اديشن الاورال هيجين بتاعها اللي هي بتبقى ناسياه خالص، اللي بيبقى عندها فوميتنج اكسسيف فوميتنج او تالي، فبالتالي انا محتاجه في الفتره دي احاول ازود الاورال هيجين. طيب الهوست ريسبونس، في ناس اللي هم عندهم مشكله في الهوست ريزن اللي هي الانفال الجينجيفال اوفر جروسنج، اللي هي ممكن تحصل دي نتيجه لسامثينج في بؤره معينه او في سيجمنت معينه، فدايما برضو انا بحاول اعمل السيرجر في الحته دي وبشوف الكوز بتاعها ايه. كل الحاجات المانيفستيشن اللي قدامنا دي لابد ان انا الاقي لها كوز والاقي لها ريسبونس من عندي عشان اقدر اعمل بريفنشن. نيجي بعد كده، طب يا ترى انا لما هاجي اعمل بريفنشن هعمله ازاي؟ الحقيقه البريفنشن بيعتمد على مين اللي ان انا عاوزه امنع البلاك خالص او اقللها، عاوز اعمل الاكيوميليشن بتاع الكالكولز تو بي ريموفد، واشوف عندي ايه اللي بيزود لي الهيجين سواء اذا كان عن طريق كيميكال او ميكانيكال، بحيث ان انا اقدر استخدمه او ان انا افايس ان البيشن يستخدمه علشان احقق البريفنشن. بمعنى تاني ان انا اي بريفنشن ميجر انا هتاخده بيبقى جزء زي ما قلنا في الكيس، جزء خاص بالانديفيديوال، انا مش هشتغل لوحدي، لان انا لو اشتغلت لوحدي الحاله مش هتبقى سبسايدنج، هتفضل زي ما هي. وفي نفس الوقت البروفيشنال بيعمل اديشنال على الميجر دي اللي هو مش قادر يعملها الانديفيديوال. خلاص يعني زي ما اقول ايه، بيعمل زي الحال التيبل اللي قدامنا، البيشنت هقول له اعمل توث براشنج ازاي، خلاص، لكن اما يجي لي انا مش هوريه، مش هعمل له توث براشن، انا هوري له الكوريكت ميثودز بتاع التوث براشن، وهعمل له بقى انا از اديشنال اعمل له سكيلينج، اعمل له اورال بروفلاكسز، اعمل له education health education. يبقى انا هو بيعمل حاجه وانا بعمل الحاجه الثانيه علشان ايه، ازود الايه، ازود الجزء الخاص بالبريفنشن. هنيجي ناخد سواء الميكانيكال او كيميكال، سواء في الانديفيديوال او البروفيشنال، ونشوف كل واحده بتشتغل ازاي. هناخد اول حاجه الميكانيكال ريموفر. اي واحد بيجي لك العياده يقول لك والله يا دكتور انا عاوز سناني تبقى كويسه، فعلى طول انت بتقول له ايه، والله الفرشه والمعجون. طيب الفرشه الكلام ده بنعيده تاني لاكتر من مره، بنقول الفرشه لابد ان الديزاين بتاعها يبقى زي الهاند انسترومنت كده اللي هو واخد كارفد، عشان انت تقدر الانجوليشن دي ديزاين بتاعها يجيب لك اللاست توس، خاصه الديستال سيرفيس، يبقى الديستال سيرفيس ده دايما الاكيوميليشن بتاعه عليه عاليه، فبالتالي بتبقى ايه اكسسيف ريموفل. طيب الحاجه الثانيه البريسل بتاعها كام شكلها ايه؟ احنا قلنا الناتشرال بريس موجوده، ولكن احنا قلنا النيلون بريس بتبقى سوبيريور اكتر من الناتشرال، ما بيحصلهاش فراينج بسرعه بحوالي 10 مرات، خلاص؟ طيب البريس بقى دي اللي هي واقفه دي، كل ما كانت طبعا الصفوف دي اكتر كل ما كان الافكت بتاعها اكتر. طب الحزمه الواحده اللي هي اللي طالعه الطفت دي طالعه كام؟ كل برضو بنقول ان هي من 10 ل 12 بيبقى سيوتبل، اللي بتبقى تدينا فيجرس الموفمنت معاها والكلينج بيبقى احسن. الكلام ده ما اعرفش انتوا خدتوه ولا لا. بعد كده بقول لك استخدمها امتى؟ الحقيقه الناس اللي عندهم سسبتبلتي البردونشا دايما بننصح بنقول اتليست اثنين مرتين. مره ات نايت سبيشالي وان ذا مورنينج. لكن في ساعات يقول لك ايه، والله انا مش قادر اعمل، انا مش قادر اعمل، عنديش ذير از نو تايم، فبالتالي بنقول له والله حاول ان انت تعمل ايه اتليست وان تايم بات ايه بيفور.
اتكلمنا على الحته دي قبل كده وقلنا يا جماعه ان كان زمان كنا بنقول ان الكفر اللي محطوط على التوث براشنج ده بيبقى مور افكتيف اكتر وبيخلي سنه كلين، ولكن مع الساجنج مع الدراسات والريسيرش وجدوا ان التوث ذات نفسها بتبقى ويتد وفي ريمننت من التوث بيس، فبالتالي الكفر ده بيساعد ان يحصل ايه جروس البكتيريا، فوجدوا ان احسن حاجه ان احنا نحطها زي ما احنا حطينا كده في الاير، ولكن نوت ان انكلوزز مش محطوطين مع بعض، في فتحات اهي المفروض كل واحده انا في مكان واخويا في مكان وابني وهكذا، بحيث ان هم ما يحصلش كونتامينيشن ايه بتوين ذيم. التوث براشنج في منها انواع مطلعه اللي هي السوفت دي اللي هي الفليكسبل بتتنى يعني تحولها مثلا هي بتبقى سريت اتنيها هنا عاوز اجيب الحته دي اتنيها هنا وهكذا، دي بتبقى افيلابل موجوده. في اللي هي الراوند، الراوند دي طبعا السيركولار لو انا هشتغل وخاصه انا لو حاطه مثلا افلاينس او حتى ارسو خايفه ان انا اجي اشدها فبعمل على مناطق معينه. كل دي طبعا اشكال من التوس براشنج موجوده في الايه في السوق. السؤال هنا يا ترى انتوا خدتوا في البريو هل في اقدر اقول للبيشن انا عندي احسن تكنيك او ده حلو او ده وحش؟ حد يرد عليا؟ ها كل بيشنت ليه طريقه، يعني اللي عنده بيرودونتال ديزيز غير الهيلث. يعني انا ما اقدرش اقول للبيشن انا حسب البيشن، البيشن ده الجينجفا بتاعته حلوه البردونش الى حد ما مدرت، البيشن ده انا عامله له سيرجري مش كده؟ انت تقصد كده، يبقى انا معايا كل عندي الباص وستيلمان والكارتر وكل الحاجات اللي دي بتبقى وعندنا الرول سكراب تكنيك كل الكلام ده موجود افيلابل، بس انا بقول ايه يعني مثلا فور اكزامبل لو انا جالي تشايلد لسه ما هوش ما دخلش في مرحله الادولسنس او حتى في الادولسنس بقول له اعمل لي هوريزونتال سكرابنج. ليه؟ لان انا مش متوقعه زي ما احنا قلنا ان انا هو عنده البلاكي كتيره والكالكولاس والكلام ده كله ماشي، يبقى انا دلوقتي ممكن اقول له استخدم الهوريزونتال عادي. طيب لما اجي اقول مثلا والله انا عندي مشكله في الانتر بروكسيمال اريا خلاص، يبقى انا في الحاله دي محتاجه ان انا ايه ما استخدمش الا واحده بس اللي هي اللي هتحاول ان انا اعملها 45 ديجري وتدخل، مش هينفع معايا الرول خالص، يبقى مع البيشنت ذات نفسه اذا كان عامل سيرجري اذا ما كانش عامل اذا كان مثلا صغير اذا كان الايدج بتاعه ايه في الحاله ديت، يبقى انا محتاجه ان انا اوظف الايه الميثودز بتاعي بتاع الايه بتاع التكنيك او بتاع التوث براش. دايما الحقيقه اخر سؤال بيقول لك ايه؟ طب يا ترى انا اعمل ريبليسمنت امتى؟ زي ما احنا قلنا يا جماعه ما فيش، احنا دايما بنقول ايه ان المانيوال الحاجه المانيوال بنقول ايه ابروكسيميتلي يعني ممكن اقول من 3 ل 6 مانس زي ما كلنا قلنا قبل كده، ولكن بتتوقف على الكومباني اللي عاملاها التصنيع ذات نفسه، يعني مش هجيب الفرشه اللي هي ب 2 جنيه او 2 ونص او 3 جنيه او 5 جنيه زي مثلا بتاعت الاورال بي، يبقى بنقول اي نعم من 3 ل 6 زي ما احنا قلنا، ولكن وانس اتس فرايد اتقطعت واتشرشرت واتكسرت كده لابد ان انا اعملها ريبليسمنت. طبعا دايما بنقول ان الانتر بروكسيمال اريا ده من الاماكن وخاصه لو كمان انا عامله ريستوريشن وعندي شويه اوفر هانجنج او انا حاطه بونتنج او اي ابلاينس، فبنقول ان احنا بنستعيد عن المشكله دي ان انا بحاول اعمل دنتال فلوس. كلنا عارفين الدنتال فلوس، دنتال فلوس طبعا بيبقى انتوا اكيد عارفين التكنيك بتاعه، ولكن في ناس ما بتقدرش تعمل التكنيك ده خلاص، فاللي هي على بتاخدها تلفها وبعدين بتدخلها في الانتر بروكسيمال اريا وتحركها ماشي، وبعدين تشدها تاني من طرف واحد عشان ايه نضف لي الانتر دنتال بتاع ده سبيس، ولكن ممكن انا اعمل لها ايه في بتتباع اللي هي السكشنال اللي هي الصغيره دي ممكن بتاخدها وجاست ان انت بتعمل لها انسرشن انتر بروكسيمالي فبتعمل لها كلين.
طبعا في زي ما انتم عارفين ان في واكسد وفي ان واكسد، ودايما بنقول ايه والله اللي هي الواكس ده بيخليه تخين شويه ولكن بيساعد السليدنج، ولكن الحقيقه في كتير ما بيفضلوهوش. ليه؟ لان مع اليوسس بتاعته الواكس الريمننت ده بتفضل في الانتر بروكسيمال اريا، ففي كتير ما بيفضلوش اللي هو الايه الواكس. طيب في طبعا الناس برضو زي ما بقول لكم مش قادرين يعملوا حته اللي هم يلفوها على الايد وبعدين يشدوها عكسي ويدخلوها وهكذا، لا اما بيستخدموا السكشنال لا اما بيستخدموا حاجه اسمها السيركلر او اللوب ميثود، ان هو بيقطع حته في دنتال فلوس وبعدين بيقوم رابطها وماسكها بايديه الاثنين ويبدا يدخلها انتر بروكسيمال بالظبط لو مش متاح عنده السكشنال بتاع ده الدنتال فلوس اللي انا وريته لكم، على فكره بيتباع في الصيدليات عادي خالص. نيجي بنقول طب يا ترى لو انا عندي في الايدجنج كده بيحصل ساعات سبيسنج بين السنان كده مايجريشن كده، او انا حاطه بونتك والبونتنج ده قرف لي او حد عامل لي فيكسد والامبريجر تحته مفتوح، في الحاله دي لو انا دخلت الدنتال فلوس العادي العادي خالص ده مش هيعمل لي لانه رفيع، ففي حاجه اسمها سوبر فلوس. السوبر فلوس ده هو عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين هو حته رفيعه جدا الفلوس العادي ومعاه حاجه زي المش حته تخينه جدا، باول ما بدخلها من الرفيعه وبعدين ابدا اشدها لغايه ما اوصل للايه؟ للحته اللارج اريا اللي هو المش بتاع دي عشان تساعدني على الموس كليننج في الحته اللي هي الاوبن كونتاكت زي ما احنا بنقول. دي طبعا من الحاجات اللي هو الموجوده. في طبعا منها بيستخدم من الكيتن يارن اللي هو الصوف، وفي طبعا من الايه الكوتون، طبعا الكوتون احسن عشان اليارن ده بيطلع لنا هيت. يبقى في الحاله دي لما اقول لك انا السوبر فلوس ده ممكن استخدمه لما يبقى عندي اوبن كونتاكت، لما يبقى عندي اندر حاطط فولسي فولتي فيكسد او ريستوريشن ما هيش جود ريستوريشن. ليه؟ لان هو لما يعمل لي كليننج في المنطقه ديت اكيد هيساعد ده برضو على ان هو بيعمل لي مساجنج لعمليه الايه الانتر دنتال بابل. هنيجي نتكلم بعد كده على حاجه تانيه الدنتال فلوس سريدر. طيب برضو الحقيقه هم شغالين على الناس اللي هم ان ايبل ان هم يعملوا دنتال فلوسنج عادي، فهم السريدر ده عباره عن اللضامه بالظبط اللي احنا بنسميها زي المكنه، ماكينه الخياطه فيها برضو نفس الشكل ده، هي عباره عن سريدر كده فاتحه بنحط فيها البتاع ده الفلوس وبندخل الفتحه دي من بين السنان، واول ما نشدها بنقوم واخدين الطرف بالظبط نسميها اللضام. دي طبعا مهمه جدا لان هم الناس اللي ان ايبل، كمان بيساعدني ان انا لو انا عندي زي ما بقول لكم فيكسد بريدج ودايما البيشن يقول لك انا بدخل الابره ونضفه او بدخل عود كبريت، لا هو سهل جدا ان هو يدخل لي الدنتال فلوس ده من تحت والاندر البونتك ده ويعمل لي كليننج عادي، فتبقى مور افكتيف عن ان هو يعمل لي انجري بالايه بالتوث بيكس او يعمل لي انجري بالابره اللي هو بيعمله. برضه في عندنا زي ما قلنا في الكيتن يارن اللي هو الصوف او في طبعا مطلعين منه الكوتون. الكيتن يارن ده هو عباره عن خيوط زي ما انتم شايفينها كده تخينه، بحيث برضه لو انا عندي اوبن امبريجر او كونتاكت اللي واسعه انا بدخلها فيه وبشدها اكورد على بعمل مساجن وفي نفس الوقت بعمل كلينج للانتر بروكسيمال ميزيال وديسل. دي برضو من الحاجات اللي ممكن ايه انا استخدمها. طب انا لو ما عنديش الحقيقه يعني لو ما عنديش الكلام ده اعمل ايه؟ الحقيقه في جوز ستريب عارفين اللي هو الشاش العادي بتاعي ده، بقطع منه حته والفها ابرومه وادخلها لو انا عندي فعلا امبريجر مفتوحه، هي بالظبط كانها الكتن يارن العاديه اللي احنا بنستخدمها. في عندنا كمان بنقول لو انا مثلا عاوزه انظف سبيشالي في الاندر تندل اريا بالذات عاوز انظف المنطقه دي انا مش عارفه اوصلها بالتوث براش العاديه، في عندنا الانتر دنتال براش اللي هي بالظبط شكل الفرشه بتاعه ازاي الازايز بتاعه اللي احنا بنشرب بتاع الووتر،
فاللي هي اللي بننظف بيها. فبالظبط بنحاول ان احنا في طبعا منها الكتريكال بيبقى احسن لي، على اساس ان وانس انتز انترال في الانتر دنتال وبتشغل، فبتعمل لك داون اب اند داون كده، بتنظف لك الانتر بروكسيمال اريا. في زيها بالظبط الانتر دنتال كلينر ده اللي هو التيب سيميليتور، بس الحقيقه هو عباره عن رابر بيبقى شكل كده الكونيكال رابر، فبالذات بحاول ان انا من تحت الامبريجر كده من بقوم مدخلاه، واحاول ان هو برضه داون اب اند داون، وبعدين باكو لينجوالي بحيث ان انا اعمل كل ريموفنج للايه للفود ديبلز اذا كانت عالقه في المنطقه دي. ومنها الحقيقه برضو ده بيساعدنا على ايه، ان هي ان بيحصل لي بيرجع لي المساجنج بتاع الانتر دنتال تيشو، بيديني الهارموني كده والشكل بتاع الانتر دنتال بابيلا، وخاصه لو كان حصل لها اروجن او حصل لها انفلاميشن. يبقى من الحاجات الانتر دنتال دي كلها يا جماعه بتساعدنا على ان بتعمل لي ريموفال، وفي نفس الوقت مساجن، وفي نفس الوقت زي ما احنا بنقول ريشيمنج او ريكونتورنج للانتر دنتال بتاع ده بابيلا اذا كانت حصل لها اي مشكله. هنيجي نتكلم على برضو انتر دنتال كلينر تاني الحقيقه اللي هو التوسبكس اللي احنا كلنا بنستخدمه اما نكون واكلين، ونبدا نعمل ايه ونبدا ناخد العود ده وننضف بيه. الحقيقه ده متداول وكلنا بنستخدمه، ولكن الحقيقه وجدوا ان عمليه التدبب بتاعه ان هو مدبب كده، وساعات يعمل لي اريتيشن في المنطقه بتاع الانتر دنتال بابيلا، فالاكسسيف يوز بتاعه ما هوش كويس. طلعوا عنه ايه؟ طلعوا بالظبط زيه بالظبط اسمه حاجه اسمها ويدج سيميليتور، هي نفس التوسبيكس ده ولكن جايه في الاند بتاعتها واخده شكل البيراميد، واخده شكل الكيرفيتشر بتاع الانتر دنتال سبيسنج، فبتحس ان انت لما بتدخلها ما بتبقاش فيها التدبيبه ديت الشارب ايدج ديت، وفي نفس الوقت ما بتبقى ريستنج على الجنجفا بتعمل لك ايه مساجنج، ودي بنسميها الويدج سيميليتور من الاسم، بيختلف خالص عن التوس التوس بيكس. دي طبعا من الحاجات اللي هي الميكانيكال. هنشوف الايه الكيميكال بقى اللي هي الايه الحاجات اللي دايما بنقول عليها الحاجات اللي هي بتبقى ايدنج مع التوس براش. هنتكلم على الايه، في عندنا دنتفريز، والدنتفريز زي ما احنا قلنا اللي هو معجون اسنان، يعني في منه طيب انواع كتيره. احنا اتكلمنا عن التايبس بتاع الفلورايد، وقلنا لما اجي اقول لك كيرز يبقى مين لي هاخد اي نوع من الدنتفريز معاه فلورايد. لكن انا لما اجي اتكلم على الدنتفريز اللي انا ممكن استخدمها في بيشن عنده برودونتال او بيشن افتر سيرجري، يبقى اكيد هيبقى ايه مختلف. ليه؟ لان انا محتاجه دايما في يكون في كومباوند لها انتي بكتيريال افكت عالي، زي مثلا الامونيتد كومباوند، اليوريا قلنا عليها امبارح في السبيشال نيد، ممكن يكون في بنسلين، كل انواع الانتي بايوتيك اللي هي الثيرابيوتيك دي اكيد هستخدمها. في عندي كمان السنسوداين مطلعه انتي كالكولاس انتفريسز اللي هو الكريست تارتر كنترول فورمولا، دي ممكن انا استخدمها برضو مع مين؟ مع الناس اللي هم اللايبيلتي بتاعتهم عاليه للدنتال بلاك والكالكولاس فورميشن. طيب في كمان دنتفريز لما بيبقى يحصل لي شويه جنجيفا ريسيشن، فبيحصل لي ايه السنسيتيفيتي بتبقى عاليه، فبرضه الشركه سنسوداين مطلعه اللي هو الهايبر سنسيتيفيتي دي ايه دنتفريز اجينس ايه السنسيتيفيتي بتاعت الايه بتاعت الدنتين. طيب السؤال اللي هنا بقى، طب هو انا الدنتفريز ده يا ترى بقى بيتكون من ايه وبيعتمد على ايه؟ بنقول انا عندي اول حاجه الابريسف. الابريسيف دي بتتكون بتبقى حوالي ايه 20 30 او 40%، ودي دايما الابريسيف من اسمها اللي هي بيبقى فيها السيليكا، حبيبات السيليكا فوسفيت او الكالسيوم كربونيت اللي هي بتساعد لي انها تنظف، زي ما البيشن يجي يقول لك ايه والله ده انا حطيت شويه ميه وحطيت فيهم كربوناته وبدات المع بيهم السناب بقى زي الفل. هي دي عباره عن ايه؟ عمل ابريجن، يعني دي المواد اللي احنا بنستخدمها في الابريجن. ليه؟ لانها بتعمل لي كليننج وفي نفس الوقت بتعمل لي بولشنج وريموفنج لاي ستين. لكن هل انا ازود منها؟ اقول لك لا، لان انت بتشيل كده طبقه منين؟ من الانامل اللي هو حافظ لي ومقلل لي كميه الايه؟ السنسيتيفيتي.
المادة التانية الحقيقة الهيموكتانت برضو بتبقى بتتراوح بنفس النسبة من حوالي 20 30 أو 40%، وهي الحقيقة مهمة جدا اللي هي بتساعدني ان الدنتفريس يفضل محتفظ بقوامه ذات نفسه، ما يحصلش لوسنج للووتر منه ينشف. ولذلك احنا حتى لما بنسيب الاوبن البتاع ده الدنتفريز اوبن برضه ما بنيجي نلاقيه زي ما هو، ما بيحصلوش اي تشينجبل الا فين بقى؟ ليه؟ لان هو الهيمكتنت اللي موجوده دي بتساعدنا على ان ستيل يفضل محتفظ بالكريمي تيكتشر بتاعته. طبعا دايما اللي بيبقى فيه اللي هو الجليسرين، سوربيتول، البروبيلين جلايكول. حد فاكر البروبيلين جلايكول ده انا قلته فين؟ اللي هيفتكروا له 5 درجات. حد من اللي معايا فاكر ولا نمتوا؟ يا اولاد مع حضرتك مع حضرتك يا دكتور، قولي تاني كده السؤال. البروبيلين جلايكول ده اللي هيفتكر انا قلته فين؟ قالوه 5 درجات. البروبيلين جلايكول ده انا قلته فين؟ قلته لما دكتور اتكلمت فيشر، على 3 ماكس وانا بتكلم في البلب سيرابي. اوكي؟ ما علينا. نيجي بعد كده المادة التانية الاديشنال التاني اللي بنقول عندنا الديترجنت، ودايما الديترجنت دي اللي هي من ايه؟ بتبقى السيرفاكتنج اللي هي بتعمل الفومنج اكشن. اول ما بتحط المعجون بتلاقي الرغاوي طلعت، فهو ده اللي بيبقى الديترجنت. فطبعا بيتحط بنسبة قليلة من 1-2%، ودايما بيبقى صوديوم الوري سلفيت من احد الايه الكومباوند اللي احنا بنحطها عشان تدينا الفومنج افكت ده. طيب بعد كده بنقول ايه بقى اللي هيديني السيكننج بتاعه، القوام المليان بتاعه ده، ويخليه مور فيسكس ويخلي الفلو بتاعه عادي. ده بنسميه البندر ومع السيكننج ايجنت. بنحطه ليه؟ علشان يساعد زي ما قلت لكم ان هو يحصل الفيسكوستي بتاعته تبقى محتفظه بقوامها، واقدر ان انا اسيبه ما يحصلوش فلو، ما يحصلوش سيلان زي ما احنا بنقول. ان اديشن طبعا البندر ده بيخلي كل الكومباوند اللي احنا حطيناه ده مع بعضها، يبقى السيكننج ايجنت هيديني الفيسكوستي بتاعتها، والبندر هيمسك له هيعشق لكل الماتيريالز اللي هي ايه السب ديفيجن اللي احنا قلناها دي مع بعضها. طب هل انا هستخدمه كده عالي؟ اقول لك اه طبعا. بيبقى فيه فلافرنج ايجنت، فيه بيتحط كولر بقى ريد وايت، وفي زي ما انتم شايفين بيبقى خط ابيض وخط احمر، دي كله تبع الايه؟ تبع الايه؟ الشركات. اللي يهمنا في الحته دي كلها مش هقول لك اي حاجه من دي الا اللي هيهمني اللي هو السيرابيوتيك ايجنت. يعني ايه السيرابيوتيك ايجنت؟ انا لسه قايله دلوقتي السيرابيوتيك ايجنت، اما اجي اقول لك لو انت رحت تشتري دنت فريزز عشان الكيز او تصفصف له عيان، يبقى انا بدور على السيرابيوتيك ايجنت، السيرابيوتيك اللي هو فيه فلورايد. خلاص؟ طيب لما اجي اتكلم على البرودونتال ديسيس، هو ايه السيرابيوتيك ايجنت الاكتف اللي هو محطوط علشان انا اختار؟ زي ما قلت لكم، هل هو في سنسيتايزيشن هديله الانتي سنسيتايزر، او عنده مثلا في انفلاميشن اخد اي كومباوند في انتي بايوتيك، يبقى انا السيرابيوتيك ايجنت ده بزوده باكتف انجريدينت هتساعدني على ان هو يبقى مور سبيسيفيك للجزء اللي انا شغاله فيه. خلاص؟ يبقى انا عندي الابريسيف، اي نعم بينظف لي وبيعمل له كل حاجه، ولكن ما هوش ده السيرابيوتيك ايجنت بتاعي، عشان اما بنجيب بس في الاكزام بنحتار شويه. خلاص؟ يبقى السيرابيوتيك ايجنت ده هي اكوردنج تو انا محتاجاه في ايه؟ سواء فلورايد، جوريا، انتي بايوتيك، انتي انفلاماتوري كومباوند، اي نوع من الانواع ده احنا بنحتاج. شركات طبعا بتبقى حتى كاتبه عليه السبيسيفيك بتاعته. نيجي للماوس رينز بعد كده. طبعا الماوس رينز الحقيقه فيها منها انواع اكيد كلكم عارفينها. في عندنا اللي هو الكوزموتيك اللي هو يقول لك ايه، يجي لك يقول لك والله انا بقوم من النوم عندي باد سمال، الريحه مش حلو، فلو انا اديته حتى تانترم اي حاجه ما فيش مشكله ان هي تديه، لان بيبقى الفليفرنج ايجنت بتاعتها عاليه، لكن ما هي السيرابيوتيك.
اما لو انا محتاجه بقى انه مور افكتيف، انا عامله سيرجري، انا عامله كروتاج، انا عندي ديب بوكت وعامله له كروتاج او، يبقى انا محتاجه الايه المور ثيرابيوتيك ماوس رينز. الثيرابيوتيك ماوس رينز دي اكيد هتختلف، يعني بمعنى تاني ايه، لو انا قلت هي اي ماوس رينز بتتكون من شوية الكحول ومعاها ووتر ومعاها فلافرنج ايجنت عشان يبقى طعمها حلو ومعاها لون، كل الكلام ده حلو، وباجي بقى ومحطة الاكتف انجريدينت اللي هو يعمل لي هيقلل لي كمية البكتيريا اللي احنا بنسميها سيرابيوتك او كوزموتك. لو انا عندي كوزموتك بيبقى مور الحاجات التانية دي بيبقى اكتر من الاكتف انجريدينت اللي احنا بنبقى حاطينها. مثلا فور اكزامبل كلوروكسيدين يبقى مينلي الاكتف انجريدينت عندي هو الايه الكلورو هيكسيدين. لو انا قلت البيتادين خلاص يبقى ايه الايودين المور اكتف انجريدينت اللي انا ممكن احط. يبقى كل الاكتف انجريدينت دي اكوردنج تو البيشن اللي قدامك انت هتديها. عندنا طبعا انواع منها كتير، بنقول النوع اللي هو بيز على البيز جوانايت اللي هو الكلوروكسيدين زي ما قلنا او الالكزين اللي هي 0.12% او 0.2%. ده طبعا من الافضل لو انا عامله مثلا سيرجري او عامله بيستخدمه. ولكن زي ما انتم عارفين كلوروكسيدين من عيوبه ان هو بيعمل لي ستين، مش للسنه ذات نفسها، وحتى يعمل لي ستين لو انا حاطه اي فيلينج. فبالتالي افرض انا عامله سيرجري وانا محتاجه جدا ان انا استخدم الكلوروكسيدين دي لفتره طويله، ففي ريجمن اللي هو الانترميدجن اللي انا بعمله على فترات، اخليه يستخدمه اسبوع بعدين اوقفه، ادخل باي انتي بتاع ده ثيرابيوتيك ايجنت تاني بتاع ده بيتادين او اي نوع من انواع دي، وبعد كده ارجع تاني ارد لي الالكزين او الكلوروكسيدين بنفس الايه الليفل اللي انا كنت استخدمه. يبقى في الحته دي انا بقلل كميه الشانس ان ممكن يحصل عندي الايه الاستين. طبعا من الحاجات اللي موجوده كمان، في عندنا الانتي بكتيريال ايجنت اللوكانتري امونيوم كومباوند، الفينوليك زي ما احنا قلنا الفينول كومباوند، عندنا التتراسايكلين من الحاجات، طبعا الديكستران، كل الحاجات دي بتبقى افكتد. التتراسايكلين ارخصهم، وما اعرفش انتوا شغالين بيه هنا، يعني احنا مثلا كان اي حد عندنا يقول لك ايه افتح الكبسول بتاع التتراسايكلين وحطها في هاف ووتر بتاع ده دافي وقلبها واستخدمها كماوس موش. خلاص دي على طبعا بيجي لك الستاندر بتاع البيشن يا جماعه مختلف، يعني بيجي لك هاي ستاندر قادر ان هو يستخدم مثلا الماوس ووش يجيبها اكتر من مره، وفي مش قادر. فانت لو رحت قلت له هات شريط تترا سايكل واعملها بالطريقه دي ممكن هتحقق لك الايفكت بتاعك، ولكن هتبقى اقل بشويه من ايه من الـ من الايه من الحاجات التانيه اللي هي ممكن استخدمها. في عندنا كمان التشوينج جام. التشوينج جام دي اكيد لو انا قلت تشوينج جام يبقى اكيد البيز بتاعها او البرودكت بتاعها محتوي على ماتيريال انتي بكتيريال. قلناها قبل كده السوربيتول وزيلوتول، هتلاقيهم حتى في الصيدليات بتدي لك الواحده كده، او اللي هي ال 5% صوديوم بايكربونات. لسه قايلين دلوقتي ميزه البايكربونات اللي هي بتعمل لك ايه الكليننج افكت بتاعها عالي، ان اديشن ان هي بتقلل لك كميه ان يحصل ايه بلاك فورميشن ويقلل لك كميه الايه الجينيفاتيف. بمعنى هل انا ممكن استخدم التشوينج دم لوحدها كده واقول لا خلاص انا هعمل ريجيمين؟ اقول لك لا، كل اللي انا قلته ده لابد ان كونجنكشن ويز ايتش اذر، يعني انا هاخد حاجه ميكانيكال وهاخد حاجه كيميكال معاهم عشان يشتغلوا. يعني ايه السوربيتول ده ولا الصوديوم بايكربونيت لوحده هيقلل لي الايه الجنجيفايت، بقى محتاج ان ميكانيكال وكيميكال ايد مع بعض. عندنا في حاجه تانية اللي هي ايه الاخيره اللي هو الاريجيتنج ديفايس. هي الاريجيتنج ديفايس دي للناس اللي هم ما بيقدروش يعملوا كلينج او يستخدموا الماوس ووش، هي عباره عن ديفايس انا بحط فيه ماوس ووش وبشغله في اندر تنشن بيطلع لي الايه بيعمل ايه كليننج، وخاصه في الانتر بروكسيمال اريا ان هم الناس مش عندهم مشكله ان هو ينضف. الحقيقه هو سلاح ذو حدين، هو بيعمل لي
فعلا افكتيف كليننج، ولكن انا وبيعمل لي امبروفن طبعا ويقلل البكتيريا وكل بريد من كله، ولكن لو انا ما استخدمتوش احيانا البيشنت بيجيبه وانكوركت يوز، بدل ما يعمل لك ريموفنج للدبرس دي كلها اوتسايد يعملها لك انسايد، يدخلها دي في البوكت وبعدين يجي جاي لك بالبردنتال ابسس وهكذا. ولذلك الاريجيتنج ديفايس ده عن نفسنا يعني ما اعرفش اتقال لكم ايه، احنا بنفضل ان انا كبروفيشنال ممكن انا اللي اعمله، ما اخليش الايه البيشن هو اللي استخدمه. الو طيب البيشن ده اشتغل الحاجات دي كلها وعنده فرايتي كده ممكن يعمل سيلكشن منه، طب هو لما يجي لي هعمل ايه بقى؟ زي ما قلت لكم هو يجي لي انا ممكن اوري له التوس براشنج التكنيك الصح، انا ممكن اعمل بتاع ده ميكانيكال ريموفال للكالكولاس، بعد اعمل براشنج، بعدها اشيل الدنتال ستين اللي هو دايما بيبقى سورس ان بيحصل اكيوميليشن عليه ويحصل لي كيرس كمان، كل الكلام ده انا ممكن استخدمه في العياده. طيب ممكن انا اعمل ابلكيشن للكلوروهيكسيدين جل، انا اعمله بعد ما انضف خالص كده، لا اما احط جل، او لو انا لقيت عندي جينجيفال سيشن ممكن خدناه قبل كده استخدم 4% اسنس فلورايد جل، هو مينلي اجينس الايه السنسيتيفيتي. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل كمان البارنش ده، في عندنا بارنش بيوصل لغايه 40% كلوروكسيدين في الحالات طبعا، وفي الايه اللي هي في ممكن استخدم 1%، ممكن استخدم 2% 3%، الحاجات اللي موجوده ده افيلابل عني قدامي، وكمان البيشن بتاعتي انا الحاله بتاعته هي ايه ومحتاج مني ايه. الحاجة الأخيرة اللي هي دايما بتهمنا اللي هو بنقول sustained release device variation، لو تفتكروا بنقول ان انا عندي sustained release يعني حاجة بحطها في مكانها وبتطلع لي therapeutic agent اللي موجودة فيها لمدة اطول، زي sustained release fluoride اللي احنا قلنا عليه. هنا sustained release بتاعي هيبقى من اللي بيحتوي على مادة بتبقى لها انتي بكتيريال عاليه وبتساعد لي في البريدونشن، فمين لي احسن ماتيريال وجدوها ان هي الكلوروكسيدين جلوكونيت. لو انا استخدمت البيريو شيبس دي فيها 2.5 مللي جرام، بناخدها عباره عن اورنج، حاجه اورنج كده بناخدها ونعمل لها ديب في البوكت. طبعا عشان احطها ديب في البوكت يبقى لابد ان البوكت ده على الاقل مثلا يكون اكتر من 3-4-5 مللي او اكتر كمان، ليه؟ عشان تبقى سيتنج قاعده مبسوطه كده جوه ما تحصلهاش ديسلوجمنت وتطلع. طيب طول ما هي قاعده البيريو شيب ده بيحصل لها ايه؟ بيطلع لي الريليز بتاع الدفار. هل انا اشيلها ولا اسيبها؟ ولا وضعها ايه؟ ها؟ ايه يا اولاد؟ بشيلها ولا بتفضل ولا ايه؟ ما سمعتوش عنها؟ هي بتدوب لوحدها يا دكتور. بتدوب لوحدها. بتدوب لوحدها. هو الحقيقه كان في زمان، علشان ده حصل جدال كده مع مره، ان هو كان فعلا اول ما طلعت كنت انت بتحطها لفتره وبعد كده بتعمل لها ريموفنج، بعد كده عملوها زي بالظبط السيلوز، عملوها من ماده هي اتسلف بيحصل لها ديسولفد ناتشرالي، بعد فتره كل ما بيحصل لها ريليز وبتدوب بتاخد فتره طويله، عشان كده سموها السستين ريليز ديفايس. انا كده خلصت. اي سؤال يا اولاد؟ ان شاء الله يبقى باقي لكم كده، يبقى لكم اللوكال انستيزيا حاجه بسيطه، التروما ان شاء الله يحاول الدكتور وفيق يديها لكم، وبعد كده طبعا يعني لو كان السيلفي تايم ممكن نعمل كيس كده يعني او حاجه زي اللي ما بنجيبها على اساس نشوف الدسكشن بتاعها او يبقى حلها ازاي. اي سؤال؟ لا شكرا لحضرتك. الميد ترم يا دكتور بعد اذنك هيجي على كام محاضره؟ انت عاوزهم عليهم كلهم ولا ايه رايك؟ هم كتير قوي يا دكتور، احنا يعتبر لا هو في قرار اصلا من مجلس الكليه ان احنا ناخدهم على كذا شابتر بس الاولانيين، فانا طبعا يعني انا دايما بقول ايه؟ انا ما بحبش احط كتير، اولا من حاجتين، عشان خاطركم مش عشان خاطركم، اولا عشان ما احرقش الاسئله دي واحده، وتاني حاجة علشان اديك تشانس ان انت يبقى معاك فلوس كتير كده، معاك درجات
عشان لما تدخل الفاينل ما تصعقش ويبقى معاك درجات ويبقى ان شاء الله ناجح ويتعدوا وتمشوا وتروحوا وتروحوا بيوتكم ان شاء الله. ماشي ولا انت عاوزهم على كله؟ لا يا دكتور عاوز انا مفيش لسه مشكلة، انا هكمل عندي محاضرة. خالص. لا ايه؟ يا دكتور لا لا كتيرة لا دكتور، انا انت امر، بس انت تامر وانا اعمل. احنا لو عايز انا هيبقى على محاضرة واحدة. ما عنديش مشكلة انا على فكرة. انا قبل كده كنت بجيب على محاضرة واحدة بس، ما عنديش اي مشكلة. ماشي ان شاء يعني الله هو كده اول الامتحان ما كده اوصل هيبقى اكتب لكم هيبقى على ايه. اؤمر على كم محاضرة كده يا دكتور؟ هشوف انا كده، لان طب انت بالنسبة عارف انت دكتور، عندك يعني ما اقدرش اديها محاضره، لان احنا دايما بناخد حاجه بيدو وحاجه بابليك. يعني مثلا انا خدتها ممكن اقول انا اعمله على البلب سيرابي معاه مثلا سيلن او فلورايد ومعاه حاجه، على اساس ان انت عندك الكورس اتنين، فهيبقى يعني توبك من ده وتوبك من ده ان شاء الله، مش اكتر من كده. طب يا دكتور بالنسبة ولا لموضوع نعمله الحوار نص ده ايه نص نظام؟ توبك من ده ونص توبك من ده يا طماعين. والله احنا مع حضرتك يا دكتور انت شايفاه صح، اعمل ايه؟ يلا يا واد، يلا يا واد، احنا صايمين، يلا كل سنه وانتم طيبين طب موضوع ونشوفكم البانر على يا خير. دكتور، حضرتك طيب يا دكتور، انت يا طيب دكتور قول. دكتور سؤال بس اخير، البانر موضوع البانر ده ان ايه نظامه؟ واحد يا اخويا بعت لي البانر، هو انت؟ اقول له لا عنده مش ده، محاضره، يقول لي لسه بدري على المحاضره، هسيب وانا اقرا له البانر. ماله قول. احنا ده لسه ما انا عملناهوش اصلا بعت يا دكتور، فاحنا عايزين نعرف المواضيع بتتحدد ازاي وكم، والجروب يا يتعمل خواتي. يعني. هو انت لسه يا ولا ما عرفتش؟ هو انت فارس؟ لا انا انت فارس محمود، يا ولا؟ لا محمود، انت محمود. طلعت يا محمود يا حبيبي، الناس عملته يا حبيبي من زمان وجابوه، ما هو مش انا انا قلت ما كل احنا واحد يجيب 10 ويجي عشان اديله موضوع. ما احنا احنا لسه يا دكتور ما خدناش موضوع ما نعمله. شفناش بعضينا مش كده؟ طب هو اخر ميعاد ليه امتى طيب يا دكتور؟ المفروض احنا ده انا كنت عاوز اعمله قبل رمضان، بس لقيت الجو يعني اللي جاب لي مش عدد كبير، فان شاء الله على طول بعد العيد هنعمل، ان هو بنعلقه وبيسالوا فيه، بيبقى له درجات له تقييم، يعني مش انا اللي هسال، ده فيه بتبقى لجنه بتسال. ماشي ماشي فان شاء الله حاول تيجي الاسبوع ده عشان تاخد الحق وتعملوه. حاضر يا خلاص دكتور، حاضر ماشي ماشي يا حبيبي، دكتور، يلا اشوفكم ماشي على خير، اشوفكم.